يا فندم تو خبر جابته تو خبر جابته هذا جورنال ب 24 مليون مليار تو خبر تو ربي نقعد بيت فيك انا والله نقعد بيت فيك تو خبر انت حكيت على البكالوريا تكلمت قلت حاجه لا لا سامحني البكالوريا واقع نعيشوا فيه ومعلمينا ونشكرهم حتى هذا واقع زاد نعيشوا فيه فلوس ديما يحكوا على الفلوس ديما سامحني دونك سي نورمال ايش نقول لك واقع حكينا فيه في المعلمين سي نشكرهم والا نذمهم اما جورنال ما لقيت حتى فكره تجيبها ب 21 مليار ستيلو تو كلام هذا 21 مليار ميزانيه نتاع ثلاثه بلدان يعني شنو قلقتك ما فهمتش قلقني شنو حتى الجورنال ما لقيته كان هذاك صندوق النقد الدولي شنو هذا صاحبي تو كل هذه تو كلاخ ومره صرفت لكم القصه الثالثه سامحني فوزي انا عمري نقول حكايه فارغه على كلامك لا سامحني شنو نوفل شنو يا اخي واحد معناتها يخدم ويعمل ويمشي بروبا ويمشي عديد واحد وكل شيء بعد يقول لي حكايه فارغه من اللي عبر على رايي هذاك هو انا نحكي على الفلوس هكاك سامحني كان انت تقلقت ما تقراش والا ما تعملش عليه نقد لا لا شنو دخلك في حكايه خبر نتاعي ولا شنو ما دخلتش في الخبر فوزي كل واحد وخبره نعم كل واحد وخبره كل واحد وخبره لا ثم اخبار منطقيه ثم 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 كلام منطقي انت شوف انت وقت اللي تكلمت برشا مرات على حاجات اللي انا ما شاطرش راي فيهم انا نحترمك وعمري لا جيت قلت لك يا فوزي كيفاش تحكي على هكاك علاش تو جاي مع تعبيد يتفرجوا علينا وانت تجي تقول هذايا اخبار شو معناتها شو نقول لك كلام عيب احنا ما قلناش كلام عيب انا قلناش كلام عيب اما لا حاجه اخرى 21 مليار وستيلو بالديمون وثم الناس ما قادش باش تشري حتى محفظه فيها نفس الناس ما قادش تشري انا ما نجمش لا 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 ما نجمش لا دابا راسك اللي شنو تقعد باش نجمش انا عمري 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 في حياتي عمري في حياتي لا جبت لك على دور نتاعك ولا قلت لك كيفاش تعمل شنو وقت مالك شنو تشري بالديمون تهزي بلغه تهزي عمرها سبعه عمرها تهزي شنو الحكايه هذه كيفاش تشري بالديمون 21 مليار ميزانيه نتاع بلاد كامله شنو واخد جوا هنا تصحيب تتقسم نعم 21 مليار مش ميزانيه نتاع بلاد نتاع شنو مال؟ ما تعملش حتى كياس يتعمل نتاع قريه كامله ما تعملش كياس شنو يتعمل؟ باهي كيش لموها تو الحكايه هذه فديت كي داخل كل مره فوزي فديت انا فديت كيش لموها فديت كل هالشيء ما زاد واقع نتكلموا فيه زاد ولا اي زاد ما نقعدوش كل مره هكا تمزلنا شكون باهي انا يظهر لي في يمثلوا مع بعضهم ما نعرفش حسيتك التمثيل غير صادق بلوس صادق امان والله يظهر لي يمثلوا انا وفي نعرفش شنو 21 مليار شنو اللغه هذه ثم منطق صاحبي ثم واقع نعرفش شنو هو صاحبي فوزي الناس مش اللي تحب هي نعم هي حره لا مش حره لا لا مش حره لا 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 ثم الناس قاعد تفرج فينا ثم الناس قاعد تفرج الناس شعملنا لهم فقره ثم الناس قاعد تعيش ما يزيدهم يزيدهم اللغه بتاعهم يزيدهم اللغه بتاعهم فاش ضريتهم الناس يزيدهم اللغه بتاعهم ربي يزيدهم لا فاش ضريتهم يعني ستيلو قاعد يعمل فيهم ماجر ثم الناس مش قاعد تقدر السياحه التونسيه ثم الناس مش قاعد تقف قفه مش قاعد فوزي هي حره تقول اللي تحب يا فوزي مش شعبويات شو مش حره معناتها صدقني اكبر شعب يا وانت والله شعبوي اللي تعمل فيه والله اكبر شعب يا وانت لا لا تبرز هكا مع الناس كل انا نتكلم اروح نتكلم والله تعرف الشعب لا 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 والله تعرف الشعب انا نتكلم وما نخافش اسمع تحب نقول لك حاجه ريض عشان ريض مش معي يزي سيد الحمام جاي بس راح تبدينا يزي ولا ساعه بدينا شيء ثم كلام ثم واقع منطق شو منطق ما فيهاش ستيلو نساتا منين لا سايش الفقر في تونس ما قاش مش قفه الحمد لله يا ربي فما فكر وفما غني وفما كل شيء 21 مليار تو هما عاملين ستيلوات باش يفرقوا بيناتنا تو غريبه سي بون سي بون سي بون سي بون سي بون لحظه بي اون زاب لا منيل اسكت لا بدل ما نقعدش بحكي انا ديجا من اول حصه وغاديك في بالي ولينا اصحاب مش كامل تو بدل انا حيدي ما نقعدش بحذاك صادق يا ما انت سيبنا عاد ليه تهرج يا صادق فك علينا عاد لا ما تقعدش بحذاك نقعد وين نحب انا قاعد في الحوار التونسي بابا قاعد في شو اسمه ما عجبكش يلزم النفاق بتاع الاجتماعي النفاق منين امان نوسعوا بين نيجا كان نتهرج في 4 سنوات صادق يا صادق يا مان انت شويه سيريو يا مان عاد شويه سيريو يا مان سيبونا لا اوا فوزي مصعيب شنو اللغه ذي فوزي باهي سي بون سي بون اسمع شيخ عشت ليلة فوزي لا امان ما ترجعش للسوجي نزبيوها نقصوها ما ترجعش للسوجي قصو قصو. ما ترجعش للسوجي منال اونديري ما صار شيء سي بون انا نوفل الخبر اللي من بعد هذول يلزمني نسحبوا هذول ليه عندك انت يا عندك انت قوم ب 40 مليار لا 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 صدق خير لك صدق سي بون يلا شوف انا ما تقول ليش اسكت ما نسكتش ونتكلم كيما نحب وحر تحب تقص في المونتاج قص يعجبكش يزيد تو بالحق نحكي معاك بجد ما عادش تقول لي اسكت يا عايش مسكين الله يعجبكش يزيد تو يقعد سامحني مانيش قاعد خويا ماهوش كرسي هذا كرسي متعود برشا مكياج ما حبش يقبلني
عندك سيت كوم يضحك تعمل هكا خوك الكبير ما فما حتى مشكل سبونتاني انت زاد سبونتاني زوز محليكم وزيما عندك اخر مره معاكم هكا مسيش هاني جديد ديما عندك خوك كبير وعندك واحد عظمه حارمه في العائله اللي هو انت اللي هو انا بيان سور شفت اللي قلت عليه تحب تاخذ راجل كيفه وبدات عاد تهز وتحط علينا انا ما نحب ما صبرتش حتى 40 يوم هاي بعد جمعه لا ما صبرتش جبتي هدي زاد فعله خايب بعد كيف خبز البيت برشلونه فوزي خليك محضر خير يا نعرفك انا فوزي بوجينا بوجينا وقت الشده تعرف الاصحاب عنده 124 وجه هذيك ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه ولا شفتوا فوزي يلا اغزل هذا الكل انا باش نقصه باي هذا الكل باش نقصه في المونتاج دونك نرجعوا كانوا ما في بالنا بشيء اعطيني ابلو خفيفه شكرا جمهورنا العزيز كما تشوفوا الجو حميمي ياسر في الاستوديو هذه حكايه رمضان نكملوا مع الاخبار وخبر هام برشا خبر حلو برشا خبر ستيلو منال يعطيك الصحه ما تعجبنا الكل كيفاش خبر هادف فريمون فريمون يعطيك الصحه فريمون عجبني انا ما عجبنيش الله عليك لا عاد فوزي اسمعني لا قول عجبني انت ما عجبنيش سامحني تو شنو باش نعاودوا مره لا قول عجبني عاد فوزي ما فوزي راه انا رجعت على خاطرك راه كيفاش نعاودوا هكا بالحق قول عجبني فوزي انا عاش خو لحظه صح على خاطري لحظه انت رجعت على خاطري وعلى خاطر فيوليت حاجتي فوزي بكرة فوز 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 منيل هكا فوز انزاب انزاب منيل والله كما نعرفها لحظه كان ما جاش تحبني منال راهي خرجت وخلتنا انا نعرف شوف خرجت وتخرج شو مشكل وتخرج خلات وخرجت وقف البرنامج وقف التلفزيون لا لله محمد رسول الله خرجت تخرج محمد صلاح في فينال وكمل خرج منال ناقصه شو هذا باش تعمل كل عليا معناتها لا لا ولا فد ديجا ما نحبوكش تبكي كان تبكي تقول لي فوزي فوزي تعالى مع فوزي يا ولد شاركتوا معنا في الكاميرا يا ولد شاركتوا معنا بنتك ما يعرفوش يمثل الزور الصدمة